حصريا عبر موقع الـ LBCI والابليكيشن. الشيخ بيير الجميل جمعناهم اثنيته مع بعضنا. حياته العائلية، اضطر الوالد وكل العائلة أن يهاجروا إلى مصر هربا من الاضطهاد. السياسية، لبنان مستقل حر، مستقل عن الشرق وعن الغرب. تأسيسه لحزب الكتائب، بدأت اجتماعاتها بصدارية الجميل اللي كانت على البوش. بظل الأزمات اللي مرق فيها لبنان لحين وفاته سنة 1984، قال لي بدي تدفنوني بتابوت خشب. الشيخ بيير وثائقي من 5 أجزاء، فيكن تشوفوه ابتداء من الأحد 8:30 المساء عبر مواقع الـ LBCI والأبليكيشن. تقدروا تحضروا هالوثائقي وغيرها من البرامج، اشتركوا سنوياً أو شهرياً، اعملوا ساين أب ونقوا طريقة الدفع. عبر موقع الـ LBCI والأبليكيشن فيك تحضر كل البرامج الحصرية.